عليكم اعزائي، اهلا بكم على قناتي بيتي مملكتي. كيف كتشوفوا اليوم غادي نحضروا مكرونه بالسبانخ والجبن والكريمه، كيجي رائع وغايه في اللذه والروعه. الا بغيتي تشوفوا كيف حضرناه يلا دخل معايا شوف الفيديو الاخيره. تحضير المكرونه بالسبانخ نحتاج لهاد المكونات. اول حاجه نحتاج سبانخ، طبيعه الحال عندي 450 غرام، يمكنكم تستعملوها فريش، انا عندي مجمده خرجتها من المجمد مفرومه، بصله صغيره مفرومه، فصين من الثوم صغار او واحده كبيره، قليل من الجبن او بارميزان او موتزاريلا اللي عندكم، قليل من الملح، قليل فلفل اسود، قليل من بهارات المكرونة أو باستا، و200 ملي من الكريمة السائلة. هادو هما المكونات. الآن بنشوف طريقة التحضير. حاجة غنبداو بيها وهي طبق المكرونة اللي كيعرفها الجميع. حطيت أنا طنجرة فيها ماء مغلى، فيها قليل من الزيت وقليل من الملح. هنقوم بوضع المكرونة اللي عندي، غنقوم بالحرك اول مره باش نحاول ما تلصقش معانا من تحت بهذه الطريقه. والان ما علينا الا نسكروا عليها. الان بعد ما قمت بسلق المكرونه وحطيت عجينه، نقوم بالعمليه الثانيه، غنوضع قليل من زيت الزيتون، يمكنكم تعملوا زيت نباتيه، غنحطوا البصل والثوم اللي عملناهم الصبح بهذا الشكل هذا. نقوم بتقليبه قليلا بعد الشيء حتى يدبل معنا بهذا الشكل هذا، حتى يدبل تقريبا يدبل معنا شويه البصل وتقرمش شويه، هذا يكفي. الان نقوم بوضع السبانخ. كيف قلت لكم تقدروا تستعملوا السبانخ طازجة يعني فريش، حتى هي كتجي مزيانة. انا ما متوفرش عندي وعملت هذه بالمجمد، كانت عندي اشتريتها بحال هكا جاهزة، حتى الفريش كتجي يمكن كتجي احسن. نقوم بحرك قليلا المكونات اللي عندنا كاملة، يعني انا دابا ما غاديش تاخذ معايا الوقت السبانخ لانها كيف كتشوفوا مفرومه ناعم. الا عندكم طازجه غتبقاو نفس الطريقه، غتبقاو نفس الطريقه تحركوها حتى تدبل معكم مزيان. غادي نضيفوا الان القليل من الملح، تحطوا الكميه اللي كتناسبكم، قليل من الفلفل الاسود، كل واحد يحط على حسب النكهة اللي كيبغي، هذا يكفي. نقوم بحرك قليلا. الآن نوضع كريمة سائلة 200 ملي، الطريقة راه جد سهلة كيف كتشوفوا، متاخدش واحد الوقت كتير. الآن نوضع قليل من البهارات اللي قلت لكم تاع الباستا او البيتزا، هذا اختياري، يمكن لكم ما تستعملوش. نوضع قليلا ونحرك بهذا الشكل هذا، من بعد غادي نضيفو المكرونه اللي عندنا اللي سلقناها قبل وصفيناها من الماء، نحطوها كلها ونقوم بالتقليب. كتجي لذيذة هذه الطريقة وسهلة وببساطة، يعني نتمنى تجربوا هذه الطريقة راه كتجي رائعة. يمكنكم تعملوها كذلك لأزواجكم اللي يكونوا رايحين للشغل، سهلة مكتاخدش الوقت، سريعة التحضير، والأطفالكم بالمدارس. هذه هي المكرونة اللي حضرناها، جد سهلة وبسيطة وسريعة ومتناول الجميع. كلكم تحضروها كغداء أو عشاء أو للأطفال ياخذوا معاهم بالمدارس
او الازواجكم تاخذوهم مع ياخذوهم كذلك للغداء، كتجي رائعه ولذيذه ومغذيه. اتمنى تنال اعجابكم هذه الوجبه وهذا الطبق اللذيذ، يمكنكم تحضروه حتى في العزائم كأطباق جانبيه، راه لذيذ بزاف كيجي ونتمنى تجربوه. وما تنساوش تقوموا باشتراك في قناتي اللي بعده ما اشتركتش، تعملوا لايك وتشاركوا جميع اصدقائكم لهالفيديو باش يوصل اعداد اكبر عدد نسبه مشاهده وتعم الفائده على الجميع. والى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.